السلام عليكم. مهم جدا مزاولة الحركة، وهذا يتضمن أيضا في فترة رمضان. مزاولة الحركة بشكل يومي بيعتبر آمن لمرضى السكر، خصوصا إذا كانت معدلات السكر عندهم أكثر من 5، فهذا دليل على قابليتهم في مزاولة الحركة اليومية بشكل آمن. مرضى السكر اللي حابين يعملون رياضة معينة في فترة رمضان، فإحنا نفضلها تكون في فترة ما بعد الإفطار، بعدها بساعتين تقريبا تكون وقت مناسب آمن جدا لمزاولة الرياضة، خصوصا إذا كانت من الرياضات الشديدة. إذا كانت من الرياضات الخفيفة العبارة عن المشي فقط، فممكن معمله في فترة نهار رمضان، لكن أيضا يجب التأكد أنه ما تكون تحت تعرض للشمس بشكل كبير، المكان الحار العالي، وتأكد أن قياسات السكر أكثر من 5 في ذاك الوقت. العمل الرياضي بشكل مستمر هو مفيد لمرضى السكر لتنظيم معدل السكر بالنسبة لهم، ودمتم صحة وعافية إن شاء الله.